بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لشيخنا الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول أسباب الاختلاف المذموم. والاختلاف المذموم كما سبق هو النوع الثاني من أنواع الاختلاف، فكما تكرر فالاختلاف على نوعين: اختلاف سائغ وهو من باب التنوع والاجتهاد، واختلاف غير سائغ وغير مقبول، وهذا هو الخلاف المذموم. وسبق الكلام عن سببين من أسباب وجود هذا الاختلاف، يعني وجود هذا النوع من الاختلاف، وهو الاختلاف المذموم، وهو الذي جاءت الأدلة عليه في الكتاب والسنة بالذم. فكل نوع من أنواع الخلاف جاء الذم له في القرآن أو في السنة فيقصد به هذا النوع، وهو نوع الخلاف غير السائغ غير المقبول، ولذلك هذا هو الخلاف الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن السبب الأول من أسباب وجود هذا الاختلاف في الأمة هو البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها، والسبب الثاني أيضا كما سبق هو الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. وأما السبب الثالث والرابع فهما اللذان نتحدث عنهما هذا اليوم، وكلاهما يتعرض لقضيتين عظيمتين من قضايا المنهج، من قضايا المنهج. القضية الأولى قضية ولاة الأمور، قضية ولاة الأمور. القضية الثانية قضية مشروعية العمل الجماعي، مشروعية العمل الجماعي. من خلال هذين السببين نتناول هاتين القضيتين بإيجاز. السبب الثالث من أسباب يعني الخلاف المذموم، وهو الأول في حديثنا اليوم، هو كما قال ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم. قال: ومن أعظم أسباب الخلاف غير السائغ بين المسلمين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه حين سأله عن الخير والشر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر. الحديث وفيه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. يعني بأصحاب المحنة يعني المعتزلة الذين فتنوا الناس
أيام محنة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. فهذا السبب من أسباب الخلاف المذموم، أي من أسباب وجود هذا الخلاف في المسلمين، وهو ظهور الدعاة على أبواب جهنم. يظهر في المسلمين من يتكلم بكلام ربما يؤثر في الناس ويروج في الناس، لكن هذا الكلام حقيقته أنه يدعو الناس إلى النار، يدعو الناس إلى النار، وربما هو يزيف ويقول أنه بذلك يدعو الناس إلى الهدى، لكن حقيقة الأمر أن هذا الداعي ليس داعي على أبواب الجنة، إنما داع على أبواب جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. الذي يسمع لهم، الذي يطيع ما يقولون، الذي يتأثر ويفعل ونحو ذلك بما يقولون، هذا يجيبهم إلى دخول النار والعياذ بالله. ولذلك وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حالهم لما قيل له: يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، في بعض الروايات ويتسمون بأسمائنا. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أشد ما يكون من فتنة بهم أنهم في ظاهرهم من المسلمين، في ظاهرهم أنهم يدعون إلى الهداية وإلى الحق، لكن في حقيقة أمرهم هم يدعون إلى الضلال والعياذ بالله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: هم من جلدتنا، أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وقال أيضا: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، يعني لما قال رضي الله عنه حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، هذا هو الشر الأول. قال: المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع على معاوية. يعني يقصد الشر الذي جاء بعد الخير، ولذلك قال: فهل ها بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الخير، يعني الخلافة الراشدة، هل سيأتي بعدها من شر؟ يقول: ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع على معاوية. الفتن التي حدثت في زمن عثمان، ثم في زمن علي، ثم اجتمع المسلمون بعد ذلك على معاوية بفضل الله تعالى وتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه. قال: وبالدخن ما كان في زمانهما من بعض الأمراء. يعني قال: هل في هذا الخير من شر أو دخن؟ يعني خير مشوب بشر. فيقول: وبالدخن ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق، وخلاف من خالف عليا من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. يعني في الجملة أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يشير إلى أن هذا الخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وجاء بعده الشر، يشير إلى أنه ربما يكون المقصود به ما كان من شر في بعض الأمراء، وكان في الجملة خير، ثم هيأتي بعد ذلك شر أشد بعد هذا الخير الذي فيه دخن، الذي فيه دخن. وهذا الشر والعياذ بالله ظهر بعد يعني الأمراء الأمويين في أول الأمر، ثم بعد ذلك بدأ يظهر بعد ذلك أكثر وأكثر. يقول: ولا شك أن أهل البدع المعاصرة المنتسبين إلى الإسلام الداعين إلى الكفر والنفاق من أصحاب المذاهب الإلحادية كالعلمانيين وأصحاب القوانين الوضعية والديمقراطيين
والاشتراكيين والوطنيين القوميين الذين يريدون هدم الرابطة الدينية، ونضيف إليهم الليبراليين، لأن الليبرالية دي بدأت تظهر في بلاد المسلمين كمصطلح يعني يتكلم به الناس في السنوات الأخيرة. قال: الذين يريدون هدم الرابطة الدينية للمجتمع وإقامة الرابطة الوطنية بدلا منها. ده عند القوميين، عند القوميين الرابطة الوطنية، عند غيرهم روابط أخرى. يعني الليبراليين مثلا الرابطة عندهم الحرية، الحرية التي لا قيود عليها. العلمانيين فصل الدين عن الحياة. اشتراكيين منع الملكية الخاصة ونحو ذلك، وتعميم الأحكام ونحو ذلك، كما هي قوانين الاشتراكية المصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. وكل هذا ربما يروج على الناس دعاة على أبواب جهنم. يعني تسمع مثلا الليبرالي يقول الحرية وعدم التقييد وعدم الامتهان للحريات، كلام جميل يسمعه البسطاء من الناس يغترون به، ولكن حقيقة الأمر أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. العلمانيون مثلا يقول الدين ده، العلمانيون طبعا درجات والليبراليون درجات، لكن أنا يعني أشير إلى من هم أكثر في بلادنا. العلمانيون مثلا يتكلم بكلام أيضا يروج على كثير من الناس، كالدين هذا شيء طيب جميل، هذا الدين أمر بينك وبين الله، اجعله بعيد عن الحياة، ما تدخلوش الدين في الدنيا والحياة والسياسة، والسياسة دي قرف ومشاكل ونحو ذلك، خلوا الدين ده لوحده وخلوا الحياة والسياسة دي لوحدها. دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. وإلا فالله تعالى ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا لسياسة الدنيا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وما جاء الشرع إلا لتنظيم حياة الناس، إنما يفصل الشرع عن حياة الناس والناس ربما يقبلون ذلك. ونضرب لكم مثال بالأمس فقط يحكيه لابني وهو ينظر في صفحة فيسبوك أو نحو ذلك، فبيقول إنه في حزب ما جديد، ناس بيأسسوا حزب جديد، حزب سياسي، وحزب سياسي يعني أشخاص كده ما يعني من عامة الناس. فبعدين كاتبين مبادئ الإيش الحزب، وكاتبين كلها حاجات علمانية جدا، وفي الآخر خالص كاتبين: ويراعي الحزب مبادئ الشريعة. تعليقات بقى تحت شتم وسب ولعن، وهم لا يعرفون أكثرهم إن لم يكن كل الذين ردوا هذا الحزب ولا غيره. مثلا شتم وسب ولعن مجمله: يا عم ده بيقول لك مبادئ الشريعة، هيدخلونا الدين تاني في السياسة. وشتيمة بقى. انظر ما الذي أوصل المسلمين هؤلاء إلى هذه الدرجة، تأثر بالعلمانية ودعاة العلمانية الذين يدعون الناس على أبواب جهنم والعياذ بالله، والناس يتأثرون، خلي الدين لوحده ونحو ذلك. القوميون مثلا مصلحة الوطن أعظم من كل مصلحة، حتى ولو كانت مصلحة الدين. وغيرهم وغيرهم ممن يروجون الكلام يعني الذي يروج على البسطاء، ممن يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. يقول: ومن ينادي بلزوم اتباع الغرب وتقليده وكذا سائر الأحزاب القائمة على خلاف مبدأ دين الله أو مبادئ دين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى دعاة البدع القديمة التي تطل في ثوب جديد أو في ثوبها القديم، كالرافضة والخوارج والقبوريين، كل هؤلاء يظهرون بين الحين والحين. وفي زماننا هذا كل هذه الفئات موجودة الآن، كل هذه الفئات، الخوارج موجودون، ونزعة التكفير انتشرت في أكثر يعني أجزاء الصحوة الإسلامية خصوصا،
أكثر أجزاء الصحوة الإسلامية انتشرت فيها بدعة التكفير، وتجد كثير جدا من المسلمين في أوروبا خصوصا ما بين التكفير والصوفية، ولذلك تجد التكفير وتجد الصوفيين وتجد القبوريون الذين عندهم غلو كذلك في مسألة القبور ونحو ذلك، وكل واحد عنده لسان يتكلم به، دعاة على أبواب جهنم. لا شك أن كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في زماننا، وقد قوي سلطانهم وتملكوا بلادا وأقطارا نشروا فيها النفاق الأكبر وأحيانا الكفر البواح بلا مداراة، فضلا عن صفات النفاق والفسوق والعصيان التي ملأت المجتمعات بسببهم، وتفرق الناس في صراعات جاهلية في متابعتهم أهلكت القلوب والأبدان والعباد والبلاد. سبحان الله، هذا كلام مؤلف قبل الأحداث التي نعيشها خصوصا. أنت الآن في بلادنا صراعات ألوان كثيرة، ألوان كما يقولون ألوان الطيف، تجد الليبرالي وتجد الاشتراكي، وتجد الاشتراكي ده ايه، ده الثوري ده بدرجات، والاشتراكي بدرجات، والليبرالي بدرجات، والإسلام بدرجات ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وكل له من ينظر، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر المسلمون فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي، من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء والعياذ بالله. إن تجد دعاوى تخرج من هنا ومن هناك، ولا سيما في الأوقات اللي في الحقيقة كتب فيها هذه الكلمات، دعاوى تقول هؤلاء أمراء شرعيين وولاة أمور شرعيين، بل وربما وصف بعضهم بملء الفم طواغيت ويقول فلان الفلاني أمير المؤمنين، كانوا يقولون لمبارك، كان يقولون لمبارك فلان أمير المؤمنين، كان يقول واحد اسمه محمود لطفي عامر من المداخلة كان يقول أمير المؤمنين الرئيس مبارك، وإخوانه الآخرين كانوا يقولونها من غير تصريح، وهذا في الحقيقة شجاع منه هو وإن كان على باطل، يعني أقصد يعني لازم قول هؤلاء الذين كانوا يستحيون من نطقها هذا، لازم قولهم هذا، يعني أمثال يعني الشيخ سعيد رسلان وغيره، هؤلاء لازم قولهم أن يقولوا لمبارك أنت أمير المؤمنين، لازم قولهم حتى وإن لم ينطقوا بمثل ما قال محمود لطفي عامر وهو منهم، لكن محمود لطفي عامر نطقها صريح، بل وطالب بمحاكمة أي إنسان ينزل الانتخابات مع مبارك، وقال إن هذا لا يجوز شرعا. والعجيب أنه لما الثورة قامت هو كان من المترشحين لانتخابات مع السلطان المتغلب، أو يعني مع حتى هم بيسموه سلطان متغلب بالثورة يعني، ونزل برضه مع ذلك. نعم، وقتل البردعي لأنه دخل انتخابات أمام مبارك والأمير المؤمنين ونحو ذلك. نعم، يقول ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر المسلمون فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين، وليس فقط قد فرضوا على المسلمين أمرا واقعا بالقوة لا بالحق، يعني يا ليت هؤلاء مثلا يقولون أن هؤلاء الحكام مثلا يعني فرضوا على المسلمين واقعا فنحن نتعامل مع هذا الواقع وله أحكام أيضا في الشرع، لا، بل يقولون هؤلاء ولاة أمور شرعيين وعلى الجميع السمع والطاعة
وكذا، ويعطونهم كل ما يعطى لأمير المسلمين وولي أمر المسلمين الشرعي. نعم. يقول: ولا شك في ضرورة التفرقة بين الأمر الواقع والأمر الشرعي الذي هو الحق دون ما سواه. يعني الحاكم الشرعي اللي هو ولي أمر المسلمين هذا له أوصاف وأحوال، بخلاف الحاكم الذي يحكمهم بغير كتاب الله سبحانه وتعالى، بغير كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان من المسلمين لكنه لا يحكمهم بكتاب الله، فهذا له أحكام وهذا له أحكام. لكن في الجملة لا نسمي هذا الذي لا يحكمهم بكتاب الله، لا نسميه ولي أمر، لا نسميه ولي أمر للمسلمين، ولا يسمى ولي أمر شرعي للمسلمين، هو حاكم موجود نتعاون معه فيما فيه مصلحة للشرع والدين، بحكم الإيش؟ الواقع، بحكم الأمر الواقع الموجود. أما أن يقال هو خليفة، هو أمير مؤمنين، هو ولي أمر شرعي، فهذا باطل، لأن أول شرط في ولي الأمر الشرعي أن يقيم فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. والله تعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر هو الدين الشرع الذي يقيم الأمر، هذا هو ولي الأمر، هذا هو ولي والولي الشرعي. أما من لا يقيم الأمر فهذا وصف آخر، هذا له وصف آخر في كل زمان في أي مكان، له وصف آخر، ولذلك فرق بين هذا وذاك. نعم. قال: ومن أسباب الشبهة التي دخلت البعض في هذا المقام كلام أهل العلم في أن الولاية قد تثبت بالاستيلاء والتغلب ولو لم يكن مستوفيا شروط الإمامة. أي نعم، وده الراجح من أقوال أهل العلم، إن الولاية تثبت فعلا بالسلطان والتغلب، لكن الولاية الشرعية المقصود بها، يعني هنا الولاية الشرعية تثبت بالسلطان والتغلب إذا أقام فيهم كتاب الله، إذا أقام فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا التاريخ موجود وفيه ما فيه من مثل هذه الأمور، وتغلب كثير من الأمراء وبايعهم الصحابة رضي الله عنهم، وبايعهم من جاء من بعدهم من السلف رضي الله عنهم، لأنهم أقاموا فيهم كتاب الله عز وجل ولو كانوا متغلبين في الأصل، ولو تولوا بالغلبة والسلطان والشوكة، لكن أقاموا كتاب الله تعالى. فالذي يقيم كتاب الله حتى ولو كان متغلبا فهذا ولي أمر شرعي، لكن الذي لا يقيم كتاب الله حتى ولو جاء باختيار الناس فهذا ليس ولي أمر شرعي، إنما له وصف آخر. نعم. قال: والحقيقة أن كلام العلماء في ذلك إنما هو استيلاء من هو صالح للإمامة. انتبه للعبارة دي، حط تحتها خط، إنما هو استيلاء من هو صالح للإمامة. مين المتغلب ده اللي نسميه ولي أمر شرعي للمسلمين؟ الذي يصلح للإمامة، يصلح لأن يكون وليا شرعيا للمسلمين، مسلم يقيم كتاب الله عز وجل، هذه أعظم الشروط. أما الذي لا يتصف بهذه الشروط حتى وإن تغلب فلا نسميه وليا شرعيا للمسلمين. قال الإمام الجويني: فإن خال الزمان عن ذلك. طيب، قبل ما نتكلم في كلام الإمام الجويني، هل في التوصيف الحالي العصري الحاكم الذي يحكم مثلا البلاد هل يسمى حاكم شرعي؟ يجوز نسميه الحاكم الشرعي للبلاد؟ يجوز، نعم، نسميه الحاكم الشرعي للبلاد، باعتبار أن هذا جاء بعقد اجتماعي، بعقد اجتماعي بين أبناء هذا البلد واتفقوا عليه مثلا ونحو ذلك، فهذا حاكم شرعي للبلاد، هم اختاروه ونحو ذلك. لكن ولي الأمر
هذا وصف آخر. يختلف الأمر بين ولي الأمر والحاكم. الحاكم هذا قد يكون حاكما شرعيا وقد لا يكون حاكما شرعيا باعتبار رضا الناس ونحو ذلك واختيارهم، هذا على التوصيف العصري الحالي. فنسميه حاكم شرعي، ينفع نسميه حاكم شرعي، لكن نسميه ولي أمر شرعي لا، لأن ولي الأمر الشرعي هو من يقيم في الناس كتاب الله. نعم. مش ولي أمر شرعي، مش ولي أمر شرعي، لكن هنسميه حاكم شرعي ينفع، هنسميه حاكم شرعي. هم ارتضوا الناس، وباصطلاح يعني المسلمين الموجودين الآن ارتضوا، هو مسلم لكنه لا يسمى ولي أمر شرعي لأنه لا يقيم كتاب الله، لكن يبقى اسمه حاكم شرعي باصطلاح عصري ينفع نسميه كده. أما يكون بالاصطلاح العصري، الاصطلاح العصري حاكم غير شرعي لما مثلا يعني يزور الانتخابات مثلا. احنا خدوا بالكم الاصطلاحات دي مش عندنا احنا، لكن الاصطلاحات دي الاصطلاحات الايش الموجودة العصرية، فاحنا تعاملنا معها يعني لو جاء رئيس بالانتخاب ينفع يسموه الرئيس الشرعي، ينفع يسموه الحاكم الشرعي للبلاد، ينفع. كلمة شرعي يعني ايه؟ فاحنا كنا بنقول ان مسألة الحاكم او مصطلح الحاكم الشرعي الموجود الآن او الرئيس الشرعي الموجود الآن مصطلح مقبول عندنا من ناحية الشرعية باعتبار ما جعل له من آليات، جعل له من آليات في الوصول الى هذه التسمية. وهذه الآليات انه مثلا يختاره الناس كما يعني مثلا يقول الانتخابات ونحو ذلك، هذه الآليات تعطي ما يسمى بأنه رئيس شرعي حاكم شرعي. يعني هم يقصدوا بالاصطلاح هذا، الاصطلاح هذا يقصدون بماذا؟ يقصدون بأنه جه بطريقة متفق عليها أو بطريقة ليست يعني مخالفة للقانون، ولذلك يسموه حاكم شرعي أو الرئيس الشرعي. أما عندنا في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية عندنا الذي يحكم الناس اسمه حاكم، عندنا الذي يحكم الناس اسمه حاكم. الحاكم ده ممكن يبقى ولي أمر شرعي وممكن يبقى حاكم ليس ولي أمر شرعي. يعني لفظ حاكم لفظ إيش؟ دايرة واسعة. الدايرة الواسعة دي اللي هي الحاكم دي جواها حاجتين، ولي أمر شرعي وحاكم غير شرعي. يبقى كل ولي أمر شرعي فهو حاكم شرعي. ماشي. وليس كل حاكم شرعي ولي شرعي. وليس كل حاكم، لا خلاص ابعدوا عن الاصطلاح بتاع السياسة دلوقتي، كل ولي أمر شرعي حاكم. ماشي كده. وليس كل حاكم ولي أمر شرعي. يبقى انت احنا عندنا هنا حاكم ممكن يبقى ولي أمر شرعي وهو الذي يقيم كتاب الله، وحاكم مش ولي أمر شرعي، مش ولي أمر شرعي، وإن اصطلح عليه في الاصطلاحات العصرية وسموه الحاكم الايه الشرعي للبلاد. ماشي. وعليه احنا كنا مثلا في قضية الدكتور محمد مرسي، في قضية كان في خلاف بين العلماء المعاصرين في مسألة توصيف الدكتور مرسي، هل هو ولي أمر شرعي ولا حاكم شرعي؟ كنا نقول أنه حاكم شرعي، وللأمانة العلمية هناك من يقول بخلاف ذلك، يعني هناك من كان يقول بخلاف ذلك، يعني هناك من كان يقول إنه هو ولي أمر شرعي، ولي أمر شرعي حتى وإن لم يحكم بكتاب الله، فهو كان يريد أن يحكم بكتاب الله فهو ولي أمر شرعي. والراجح إنه هو ليس ولي أمر شرعي، إنما هو حاكم شرعي. ومجازا يجوز نسميه ولي أمر للمسلمين، ولي أمر للمسلمين لأنه يعرف عنه أنه يريد إقامة كتاب الله، لكن ليس هو ولي الأمر الإيش الشرعي اللي هو الخليفة يعني الإمام. لما هناك من أسباب تمنع ذلك، لما في هذا من أسباب تمنع ذلك، من هذه الأسباب ماذا؟
ابتداء انه مقيد المدة، انه مقيد المدة 4 سنوات، وبعد 4 سنوات يشيلوه ويمشوه. من هذه الامور انه لا يملك سلطان الدولة المسلمة كلها، بدليل ان الدولة المسلمة او الدولة الموجودة العصرية الان عبارة عن 3 سلطات، عبارة عن 3 سلطات، هو له سلطة واحدة فيهم هي ما يسمى بالسلطة التنفيذية، لكن هناك سلطة قضائية وهناك سلطة تشريعية، كل سلطة من دول مستقلة. هو لا يقدر على أن يعين قاضي أو يعزل قاضي، ما يقدر على ذلك. ففين ده ولي الأمر الشرعي ده؟ ده أنه ولي أمر الشرعي ده؟ ولي الأمر الشرعي في الإسلام بيده قبضة الأمور كلها في الدولة المسلمة. بالفعل هو الذي بيده قبضة الأمور كلها، هو الذي يتحكم في كل نصاب الدولة وهياكلها ومفاصلها. تقول أنت ما هو اللي بقى، ما هو دعاء على أبواب جهنم أثرهم بقى، ممكن العبارات اللي أنا هقولها دي دلوقتي عند بعض الناس، إن بعض الناس ربما يقول الله مش ده كده ديكتاتورية، هو ده بقى التأثر بالإيه؟ دعاة على أبواب جهنم، تأثر بالدعاء على أبواب جهنم، إن يقولوا دي كده ديكتاتورية. لا، دي ديكتاتورية بتاعتهم هم الإجرامية، دي حاجة تانية. إنما في الإسلام لا يولى على المسلمين إلا أهل الدين والصلاح، ولذلك إذا تولى هو قبضة الأمور تجد أنه يتقي الله فيهم، لأنه سيقيم كتاب الله، ثم عندما يستشيرهم والله أمره بالمشورة وكذا وكذا. ولذلك الحاكم الشرعي المسلم، ولي الأمر المسلم الشرعي اللي هو الإمام الخليفة، وإن كان هو صاحب القرار لكن هناك آليات كثيرة حوله جعلها الشرع له تضمن أنه قراراته تبقى منضبطة، منها مسألة أنه ابتداء لا يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما حكاية الدكتاتور دي يقولوها لهم هم هناك الكفار. ليه؟ لأنهم بيحكموا بالإيه؟ بالأهواء وبما وضعته العقول والبشر. إنما الحاكم ولي الأمر الشرعي بيده قبضة الأمور كلها، لأنه في الحقيقة من الذي يحكم؟ كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي التي تحكم. ثم في نظره هو في هذا الكتاب وهذه السنة من الذي يقول معه؟ أهل الحل والعقد والمشورة فيستشيرهم. ولذلك مسألة الدكتور مرسي كان فيها أكثر من شيء يعوق مسألة أن يقال هذا إمام للمسلمين، مسألة المدة، مسألة السلطات، مسألة الاختيار ذاتها، الاختيار ذاتها الخاضع لها اختيار رئيس الدولة نفسه. من الذي يختار رئيس الدولة في العصر الحالي؟ كل الناس، كل الناس. يعني ايه؟ تخيل العالم والجاهل وكل الناس، وهذا غير صحيح. بل والكافر يختار الرئيس، وهذا غير صحيح في الإسلام. نرجع للمسألة تاني، واحد يقول لك طب امال انتوا ازاي تقبلوا الانتخابات دي؟ نحن نتعامل مع واقع من باب اختيار اخف الضررين. لماذا؟ لاننا لو تركنا الامر لتولى هذه الامور الكفار والمنافقون ومن هم أشر من ذلك، ولذلك لابد أن نشارك ونضغط. ولذلك فمسألة اختيار ولي الأمر الشرعي للمسلمين ذكرناها قبل ذلك، أن هذه المسألة تكون إما ب يعني عهد، أنه يعهد إليه الأمير اللي قبله أو الإمام اللي قبله، أو باختيار أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد دول أفاضل الناس في العلم والدين والخبرة وفي أمور الدنيا والحياة والآخرة. ثم بالمتغلب، أن يكون إمام متغلب أيضا يحكم فيهم بكتاب الله، لكن تغلب بسلطانه وشوكته. ولذلك فمسألة الحاكم الشرعي الاصطلاح العصري ده موضوع تاني، لكن احنا لو اتكلمنا بنتكلم عن المصطلحات الشرعية عندنا. الحاكم الشرعي هو ولي الأمر الإيش؟ الشرعي، ولي الأمر الشرعي، وهو الذي يقيم فيهم كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معكم في الصفحة اللي بعدها على طول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ولعلنا نستكمل إن شاء الله يعني في المرة القادمة بإذن الله تعالى.
أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.